بكم مشاهدينا في توقعات أحوال الطقس يوم غد الأحد. كتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية تكون بعض السحب المنخفضة المرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح بالقرب من السواحل الأطلسية الشمالية، كما قد تلاحظ تكون جريحة محلية بالمرتفعات والهضاب العليا خلال الليل والصباح. وقد تكون السماء أحيانا غائمة لا غائمة ليلا بمنطقة طنجة، ومن المحتمل كذلك بالواجهة المتوسطية مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. الآن خليكم مع درجات الحرارة: 10 درجات مدينة طنجة، 7 درجات بواجدة، 9 درجات بالرباط، 9 درجات مدينة فاس، 11 درجة بدار البيضاء، 9 درجات بمكناس، 10 درجات بمراكش، 12 درجة بأكادير، 15 درجة بالعيون، وأخيرا 16 درجة مدينة الداخلة. نخليكم مع توقعات أحوال الطقس لهذا الأسبوع. شوف تيفي جابت لكم الجديد لابليكاسيون موبيل، واللي جات بين يديكم مجموعة من الامتيازات، أجيو نكتشفوها. التطبيق ديالنا شامل كيضم التلفزه الالكترونيه، الجريده الالكترونيه، شوف سبور، المراه تي في، واسبوعيه المشعل. اخر المسجدات كتوصلوا بها مباشره من كتانستاليو التطبيق ديالنا، والاكيد انكم كطرحوا السؤال ديال كيفاش نحصلوا على هذا التطبيق. زوار ديالنا اللي عندهم الاندرويد يكفي انكم تدخلوا البلاي ستور وفي لا بار دو ريشيرش تابيو شوف تي في، وهي لابليكاسيون عندكم. جديد الأخبار وسكوبات بالصوت والصورة، برامج، حوارات وريبورتاجات كلها متوفرة في الابليكاسيون شوف تي في. وبلا ما نساو التطبيق ديال شوف سبور اللي غادي يطلعكم على أخبار حصرية ومثيرة في عالم الرياضة بالصوت والصورة. شوف تي في، آخر الأخبار بين يديك بسامبل كليك.